على وقع القرارات الرئاسية الخاصة بتعليق أعمال البرلمان والتي تستمر حتى إشعار آخر، أعلن الاتحاد التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية في البلاد رفضه العودة لما قبل تاريخ 25 يوليو الماضي، مشددا على ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية. اتحاد الشغل منشغل بترتيب البيت الداخلي، لكنه يرفض أن ترسم له أي جهة مربع تحركه. هو اليوم معني بالشأن السياسي في تونس كما الشأن الاجتماعي، ولا يريد العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021، مثل ما يريد ربما وضوحا في ترتيبات هذه المرحلة، سواء بتشكيل حكومة جديدة أو بإيضاح الرؤية وبيان الخطوات التي يريد رئيس الجمهورية اتخاذها في قادم الأيام. وبحسب متابعين، يبدو أن موقف اتحاد الشغل يأتي إثر ما شهدته البلاد قبيل القرارات الرئاسية، خاصة ما كان يجري داخل مجلس النواب من حالات تشنج وعنف وجدال سياسي، مما أدى لتعقيد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. موقف الاتحاد العام التونسي للشغل برفض العودة إلى ما قبل 25 جويلية نتيجة ما كانت تعيشه البلاد من مأزق سياسي خانق، معطل لكل إمكانيات التنمية، معطل لكل إمكانيات حل المشاكل وتحقيق مطالب التونسيين، عبر التشنج السياسي الذي شهده مجلس النواب، عبر غياب التواصل ما بين رؤوس السلطة. وفي وقت سابق أعلن اتحاد الشغل عن إعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، داعيا لتشكيل حكومة مصغرة تعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والصحية المتردية في البلاد. يوما بعد يوم تتعالى الأصوات الرافضة للعودة لما قبل تاريخ 25 يوليو الماضي، وضرورة تشكيل حكومة مصغرة تعمل على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعصف بالبلاد. ياسر دبابش، الغد، تونس.